اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس الميديت سيستمز. ان شاء الله النهارده هناخد حلقه اللي هي الحلقه الثالثه بارت 3 في جزء السيريال كوميونيكيشن وبالاخص اليو ارت. النهارده هناخد تطبيق على الدمج بين البروتوكول يو ارت والال سي دي والانوك تو ديجيتال كونفرتر اللي هو ال ام 35 ده تمبريتشر سنسور. طبعا زي ما احنا قلنا عشان نوصل الكمبيوتر باستخدام اليو ارت عندي ب المايكرو كنترولر لازم استخدم الكابل اللي هو RS232، وعشان استخدم الكابل ده في حاجه اسمها كونفرتر، لان الكمبيوتر بيشتغل عندي من سالب 12 لموجب 12 والمايكرو كنترولر بيشتغل من 0 ل 5، فلازم استخدم كونفرتر في النص. الاي سي ده اسمه ماكس 232، بيعمل تحويل من 0 5 فولت لسالب 12 و 12 فولت، ودي الدائره العمليه وشرحناها في فيديوهات سابقه. للاسف الاي سي ده مش بيشتغل عندي على البروتوس، فانا بوصل ليه توصيل مباشر. كمان شرحنا الاكواد الخاصه باليو ارت اللي هي اول حاجه بعمل انشياليزيشن، وقلنا لازم القيمه اللي هتحطها في المايكرو كنترول في الكود لازم تبقى نفس القيمه على الكمبيوتر بتاعك. في حلقه النهارده انا هبعت داتا من المايكرو كنترولر للكمبيوتر، فبالتالي هستخدم امرين دول بس اللي هو يو ارت 1 اندرسكور رايت لو هبعت كاركتر، يو ارت 1 اندرسكور رايت اندرسكور تكست لو هبعت تكست اكتر من كاركتر. خلي بالك بتعامل مع نص كاركتر، يعني لو عايز ابعت واحد احوله لكاركتر، عايز ابعت اي قيمه لازم تتحول لنص. وقلنا الامرين دول عشان اعمل نيو لاين اللي هو رايت 10 ورايت 13، وقلنا ده التيبل بتاع الاسكي ان اي مفتاح على الكيبورد سواء كان حرف او علامه او رمز بيتحول ل 8 بت عندي في نظام الاسكي، وده الجدول بتاعه. طبعا دايره النهارده زي ما احنا اتعلمنا من الفيديو السابق هعملها بطريقتين، طريقه الفيرتشوال تيرمينال، الطريقه الثانيه باستخدام مين؟ اليو ارت. تعال نشوف اول برنامج كده او اول سيميوليشن عندي. عندي هنا الكريستال زي ما انتم شايفين على 13 و14، عندي الماستر كلير هنا والاب طبعا، معايا هنا ال ال سي دي عندي موصل واحد بالارضي، 2 بال5 فولت، 3 على مقاومه متغيره عشان اتحكم في اضاءه مين ال ال سي دي عندي. كمان موصل الرايت والريد بن، ومعايا من دي 0 لدي 3 كلهم بالارضي، معايا الانيبل والار اس دول هوصلهم بالمايكرو كنترولر، وكمان معايا دي 4 لدي 7. التوصيل كالاتي: ار اس دي هوصلها على بي 0، طبعا انا مش كاتب هنا او مش موصل، مجرد ان حاطط بنز وكاتب بس مش اكتر عشان يبقى المنظر العام كويس. عندي هنا قلنا البن ار اس دي هوصلها ببي 0 هنا، الاسم ده يبقى هو نفس الاسم عشان يبقى فيه توصيل، هحطها على بي 0، الانيبل على بي 1، دي 4 لدي 7 هحطها على بي 2 لبي كام 5. الكلام ده مهم عشان في البرنامج الجزء اللي انا هكتبه في الكود. معايا كمان ال ام سنسور هنا، طبعا بجيبه ازاي؟ بضغط على الحرف بي هنا واكتب ال ام كده 35، بيطلع لي مين مباشره؟ الاولاني خالص ده اللي هو مين؟ تمبريتشر سنسور. تلات اطراف، الطرف اللي هنا ده بيبقى التغذيه، الطرف اللي هنا ارضي، الطرف اللي في النص ده الاوتبوت عندي. طبعا الطرف الثالث اللي هو باخد عليه مين الاوتبوت عباره عن فولت، انا هنا فولتميتر انا موصله على اي 0. وكمان معانا الفيرتشوال تيرمينال هنا، قلنا ار سي 6 اللي هي تي اكس هتتوصل بالار اكس، ومعانا كمان ار سي 7 هتتوصل بالتي اكس، ده الفيرتشوال تيرمينال. تعال نعمل رن كده، في البدايه بيظهر كلمه ويلكم هنا ويلكم هنا، وبيعرض درجه الحراره هنا بالسيليزيوس طبعا، وبيعرض درجه الحراره هنا. لما اقعد اغير في درجه الحراره هتتغير هنا وبتتغير هنا لو لاحظته، 88.4 88.4، اغير هنا بتتغير اهي 85، مدياني 85.5، الفولت عندي 85 من 100. طبعا لو انت عايز تشوف الفولت اهو درجه الحراره 85 وكام؟ 85 من 100 فولت. في علاقه بين الفولت ودرجه الحراره لو خدت بالكم، الفولت هنا طلع 85 من 100، لو مسكته ضربته في 100 يديك درجه الحراره، يبقى الفولت لو ضربته في 100 يديك درجه الحراره. ده كان السيميوليشن الاولاني وده مش هشتغل عليه طبعا، فانا هعمل ستوب واقفله. انا هشتغل على السيميوليشن الثاني هنا، طبعا ده نفس التوصيل مفيش اختلاف، نفس الدايره. اللي هيفرق معايا هنا هستخدم اليو ارت، وعرفنا الفيديو اللي فات نجيبها ازاي. طبعا هوصل ار سي 6 اللي هي تي اكس، لازم اوصلها بالتي اكس هنا، الكلام ده على البروتوس فقط لكن عمليا ما يشتغلش، اوصلها بالتي اكس. والار سي 7 اللي هي ار اكس اوصلها بالار اكس على بن 2 والتي اكس على بن 3، وما انساش اوصل طرف 5 اللي هنا ده بالارض بتاع المايكرو كنترول عشان الدايره تشتغل بتاعتي. طبعا عشان اعمل رن للدايره دي زي ما احنا قلنا لازم يكون عندي الفيرتشوال بورت، هيفتح عندي هنا، اعمل ديفايس كرييت كونكتور لان بوصل بين جهازين نيكست، بعد كده هيقول لي الكم، اروح للبروتس عندي دبل كليك هنا، لازم اتاكد من الكم بتاعي هو كم واحد، واتاكد كمان ان البودريت نفس البودريت اللي انت هتكتبه في الكود، هنا 9600 9600 الاثنين نفس القيمه دي لازم تتكتب في الكود عندي. هنروح لده هنختار كم واحد فعلا اهو فينش كده، هو عمل ايه؟ وصل. هننزل البرنامج ده تحت، هروح للبرنامج الثاني
اللي هو الهايبر تيرمينال، بيقول لي اسم الجهاز اسميه اي اسم، بعد كده بيقول لي الكم كم واحد اوكي، بعد كده بيقول لي اختار بودريت 9600 طبعا زي ما احنا ظابطينه اوكي، اروح مشغل البروتوس اعمل ران. ويلكم هنا ويلكم هنا، درجه الحراره هنا هي نفس درجه الحراره هنا، لو غيرتها من هنا كده هنلاقيها بتتغير، هنلاقيها هنا بتتغير برضه 87 87 87. الكود سهل جدا، بس في البدايه قبل ما نروح للكود تعال ازاي اتعامل مع الانوك تو ديجيتال كونفرتر، والكلام ده اتشرح قبل كده. في المايكرو كنترولر بتاعنا اللي هو بيك 16F78A عندنا 8 انالوج شانل، بورت A كله ما عدا A4 وبورت E كله اللي هو 3 بن، يبقى 5 و3 عندي 8 بن انالوج شانل، فبالتالي A0 A1 A2 A3 ودي ارقام البنات. A4 مش معايا، A4 ديجيتال دايما فمش بتشتغل انالوج، معي A5 E0 E1 E2 هتلقى 5 من بورت A و3 بورت E. وخلي بالك هنا A0 يديك انالوج شانل 0، A1 انالوج شانل 1، الرقم الثاني او الاسم الثاني اللي هنا ده عبارة عن الوظيفة الثانوية، يبقى الوظيفة الأساسية ان هي تستخدم كانبوت اوتبوت، الوظيفة الثانوية او الثانية ليها ان هي تشتغل كانالوج انبوت بن. وخلي بالك الديفولت بتاع المايكرو كنترولر ان كل البنات اللي قدامك دي عبارة عن انالوج انبوت، يعني من غير ما انت تعمل حاجة هي ديفولت شغالة انالوج انبوت كلها بدون استثناء. قلنا A1 هتبقى انالوج 1، A2 هتبقى انالوج 2 وفي نفس الوقت هتبقى الريفرنس عندي بالسالب، A3 هتبقى انالوج 3 وهتبقى هي الريفرنس الموجب معايا، A5 هتبقى انالوج 4 لان عندي انالوج 3 فوق يبقى دي انالوج 4، خلي بالك A4 مش موجود يبقى A5 انالوج 4، معايا كمان A0 انالوج 5، A1 انالوج 6، A2 انالوج 7، يبقى عندي انالوج 0 لانالوج 7 عددهم 8 والترتيب من A0 لA3، A4 مش معانا، A5 من A0 لA2. الامر اللي انا بستخدمه عشان ما اتعاملش مع ريجسترات كتير في المديول ده اسمه ADC underscore read، وبين قوسين احط مين؟ الانالوج بن بتاعتي. الانالوج بن هنا بكتبها قيمه، يعني احط 0 1 2 3 5 7 اخرنا 7، لان قلنا احنا كام بن عندنا او كام انالوج بن؟ 8 من 0 ل 7 دول بالترتيب كده. لو انت السنسور اللي هو المقاومه المتغيره او السنسور ايا كان نوع الاوتبوت بتاعه هتوصله على الانالوج A0 يبقى اكتب هنا 0، على A1 او اكتب هنا 1، على A2 تبقى 2، A3 تبقى 3، A4 لا مفيش لان A4 ديجيتال، A5 تكتب هنا 4، يبقى لو A3 تكتب 3 لو هتوصله على A5 تكتب 4 في البرنامج هنا، A0 تكتب 5، A1 تكتب 6، A2 تكتب 7، لازم البنات دي في البرنامج طبعا تتعرف كانبوت الاول. معلومه مهمه ان عندك السنسور اللي هيبقى من بره المايكرو كنترول هيقرا قيمته، السنسور ده انالوج، فانا لما اكتب الامر ده داخل المايكرو سي هو عمل تحويل من الانالوج تو ديجيتال، يبقى لما هاخد القيمه دي بتاعت الداله دي احطها في متغير تاني اسمه ADC underscore value، ده متغير انا مسميه سميه براحتك طبعا، فقال لك قيمه المتغير ده هيبقى عندي السكيل بتاعها من 0 ل 1023، يعني القيمه اللي هتتحط في المتغير ده مش قيمه انالوج، لا قيمه ديجيتال، لان المايكرو كنترولر قرا القيمه اللي جايه من سنسور وحطها على هيئه قيمه ديجيتال، فالقيمه الديجيتال دي عباره عن رينجها من 0 ل 1023. ليه من 0 ل 1023؟ لان هو بياخد القيمه الانالوج يحولها في 10 بت، فبالتالي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر عندنا عباره عن 10 بت، 10 بت في البيك 16F78A، فعدد الاحتمالات عندي او الليفلز اللي بقسم فيها الاشاره 2 اس 10 تطلع ب 1024 ليفل، 1024 ليفل يعني ابدا من 0 انتهي ب 1023، عشان كده الامر ده بيديني ناتج ديجيتال، ديجيتال هنا الرينج بتاعه من 0 ل 1023، فبالتالي المايكرو كنترولر بيحسب لك القيمه الديجيتال عندك. انا موصل مقاومه متغيره او موصل سنسور اللي هو ال ام، انت جوه المايكرو كنترولر هتقراها كايه؟ كديجيتال. طب في الحقيقه انا مدخل لك فولت، المفروض تحوله لي فولت. لو انت شغال على ال ام انا بقيس درجه حراره، ما ينفعش تدهوني ديجيتال. لا، ده انت الاول حاجه تحوله الفولت داخليا جوه البرنامج، ثانيا تحوله لدرجه حراره وتعرضها لي، يعني السنسور ده انا بستخدمه عشان اقيس درجه حراره، فما ينفعش تروح تقراه لي جوه ديجيتال. طب انا استفدت ايه؟ لا، بعد الديجيتال تحوله الانالوج داخليا جوه البرنامج، ثانيا تحوله لدرجه حراره، فبالتالي عندي لو الانالوج سنسور بره عباره عن مقاومه متغيره هيبقى الرينج بتاعها هتحط ماكسيمم 5 فولت وارضي، فبالتالي الانالوج بن دي الرينج بتاعها من كام لكام؟ لو انت جبتها هنا لتحت يبقى 0، لو جبتها لفوق يبقى 5 فولت، خلي بالك لازم الماكسيمم يبقى 5، لان المايكرو كنترول اي بن تدخل عليه القيمه اللي هتدخل عليها
على البن دي الرينج بتاعها من 0 ل 5، ما ينفعش تحطها 10، يعني ما ينفعش احط هنا 10 ولا 6 حتى، تمام؟ يبقى لازم احطها 5 او اقل من 5 مقبوله، لكن ازيد من 5 لا. فبالتالي الرينج بتاع الانالوج انبوت هنا عباره عن من 0 ل 5. ال ام قال لك بيقيس، خلي بالك بيقيس من سالب 55 درجه سيليزيوس ل 150 درجه سيليزيوس. فانا لما اوصله الطرف ده بالارضي والطرف الفوق بال 5 فولت، الاوتبوت عندي يقيس من 0 درجه سيليزيوس ل 150. ليه بوصل التوصيله دي؟ عشان يديني 0 فولت مينيمم، ولما يوصل للماكسيمم، الماكسيمم اللي يقيسه اللي هو 150 درجه سيليزيوس، وقتها يديني 1.5 فولت. يبقى الرينج بتاع السنسور ده عباره عن ايه؟ المينيمم 0، الماكسيمم 1.5. طبعا السنسور ده ما يقيسش اكتر من 150 درجه سيليزيوس، فبالتالي الرينج بتاعي من 0 ل 1.5 فولت. فاحنا قلنا جوه المايكرو كنترولر الامر اللي احنا شفناه من شويه اللي هو اي دي سي اندرسكور ريد بيعمل ايه؟ بيقرا قيمه ديجيتال، فالقيمه بتبقى من الرينج بتاعها من 0 ل 23. طب القيمه اللي هيقراها دي المفروض احولها الانالوج، طب الانالوج بتاعي من كام لكام؟ من 0 ل 5. فبالتالي ده المتغير اللي انا حطيته في البرنامج من شويه، فهيطلع لي قيمه هنا، يطلع لي 200 300 1000. لازم القيمه دي هيطلع رنجها من 0 ل 23، ما ينفعش تبقى اكتر من كده ولا اقل من كده، القيمه دي هيحسبها المايكرو. طيب انا عايز القيمه الانالوج، القيمه الانالوج اللي هي الفولت اللي داخل، الفولت اللي داخل اللي هو قصدي الفولت اللي داخل على البن اللي انت موصلها. لو موصل هنا اي 0 يبقى ده الفولت اللي على اي 0، موصل اي 1 يبقى ده الفولت اللي على اي 1. في الحقيقه انت عندك هنا الانبوت اللي هو ده اللي هو اي 0 ده هيبقى انبوت للمايكرو كنترولر، الرينج بتاعه من كام لكام؟ من 0 ل 5، يبقى داخل الرينج او بيساوي الرينج بتاعي من 0 ل 5. الاوتبوت بتاع السنسور ده اللي هو ال ام هيدخل جوه المايكرو كنترولر او هيتوصل على بن من المايكرو كنترولر، انا حاطط الرينج كام؟ من 0 ل 5. ده الرينج بتاع المايكرو كنترولر الطبيعي اللي هو من 0 ل 5. الرينج بتاع السنسور ده من 0 ل 1.5، هل داخل الرينج اللي انت حاطه ده؟ يبقى كده حلي صح، داخل الرينج. يبقى لازم السنسور اوتبوت بتاعي يبقى داخل الرينج بتاع المايكرو كنترولر اللي هو من 0 ل 5. لو كان مقاومه متغيره هيبقى من 0 ل 5 داخل الرينج من 0 ل 5 او بيساويها صح، من 0 ل 1.5 فولت ده داخل الرينج اللي هو من 0 ل 5 فولت، كده صح. يبقى انا كده شغال صح، يعني ما ينفعش اجيب سنسور شغال من 0 ل 6، ما ينفعش، لان المايكرو كنترولر قلنا بيقرا من 0 ل 5. وقتها لو انت القيم اللي هتحطها على السكيل ده هي 0، ما هي نفس الزيرو بتاع المايكرو كنترولر، يبقى الفي ريفرنس سالب اللي انا هشتغل عليها هي نفس الفي اس اس اللي هي الزيرو بتاع المايكرو كنترولر. لو السكيل ده هتحط 5 يبقى هي الفي ريفرنس موجب، وقتها هي الفي دي دي هي نفس الفولت بتاع المايكرو كنترولر. الكلام هيتفهم اكتر بعد شويه لما نشرح الرينج التاني. تاني يبقى الزيرو ده عباره عن ايه؟ هو الزيرو بتاع المايكرو كنترولر، وفي نفس الوقت الرينج بتاع الانالوج ليه في ريفرنس سالب وليه في ريفرنس موجب، يعني مينيمم وماكسيمم. خلي بالك الفي ريفرنس سالب دي مش معناها سلبه، معناها اقل قيمه، يعني ينفع تبقى 0 1 2 3 لكن ما ينفعش تبقى بالسالب. الفي ريفرنس موجب هي قيمه موجبه وهي الماكسيمم عندي، تمام؟ يبقى لو انا شغال على الرينج الماكسيمم بتاع المايكرو كنترولر اللي هو من 0 ل 5، وقتها انا عايز قيمه الفولت في الرينج ده اللي هي داخله على البن عندي، اعمل ايه؟ اروح ضارب الطرفين في وسطين، القيمه دي معلومه، يبقى هقول كده المتغير في 5 بيساوي الفولت المجهول اللي داخل على البن اللي انا مش عارفه في 1023. لان قلنا الديجيتال من 0 ل 1023، اضرب طرفين في وسطين، يبقى اول فولت في 1023 في فاليو ده متغير في 5. انا عايز قيمه مين؟ عايز قيمه الفولت اللي داخل القوامه المتغيره او الفولت اللي داخل من السنسور ال ام. يبقى اقول كده، يبقى الفولت عندي الفولت هيساوي فاليو في 5 على 1023. القيمه او المعادله دي الناتج بتاعها هيطلع ايه؟ يطلع فولت. هحط الفولت ده او المتغير اللي اسمه فولت ده فلوت، لازم احطه فلوت. ليه؟ وارد يطلع الفولت 1.5 2.5 3.1، فهيبقى فيه كسر، فلازم اعرفه فلوت. اول ما تعرفه فلوت لازم في المعادله عندك اي رقم لازم يتحط معاه دوت زيرو، يتحط دوت زيرو. يبقى طول ما المتغير عرفته فلوت اي ثابت في المعادله لازم يتحط معاه دوت زيرو، والا كده ما فيش ناتج هيطلع. تعمل بلط يطلع صح، تروح تطلع ناتج ما يطلعش معاك على البرنامج او على السيميوليشن او في العمل حتى، تمام؟ يبقى كده انا حسبت الفولت اللي جاي من السنسور ال ام او الفولت اللي جاي من المقاومه المتغيره، الاثنين متشابهين لغايه هنا. تعال نروح لل ال ام كده. ال ام عباره عن تمبريتشر سنسور عندي، بيقول لي بيقيس من سالب 55 ل 150 درجه سيليزيوس. الانبوت فولت اللي هو من 4 ل 30، انبوت فولت اللي هو مين؟ اللي هو ده اللي انا حاطه في الرسم هنا اللي هو ده، ده يتحط من 4 ل 30 وده الارضي عندي. يبقى الانبوت عندي من 4 لمين؟ ل 30. بيقيس درجه حراره من سالب 55 ل 150. هو في الحقيقه ليه توصيلتين، لو وصلت الطرف الجراوند بالارضي وطرف الانبوت اللي هو في اس، خلي بالك اللي هو الانبوت ده اللي هو من 4 ل 30 فولت، لو وصلته من 4
ل 20 فولت او 30 فولت، وقتها هو يقيس من 0 ل 150 درجه سيليزياس، يعني عند 0 درجه سيليزياس يطلع لي 0 فولت، وده المطلوب. يبقى في التوصيله دي هي اللي هتتوصل بالمايكرو. اما لو حطيت معاه مقاومه، حطيت التغذيه بالسالب، ده يقيس من سالب 55 عند سالب 55 يديني سالب قيمه سالبه للفولت، والكلام ده ما ينفعش يدخل على المايكرو، لان ما فيش قيمه سالبه تخش على المايكرو عندي. فبالتالي انا هشتغل على الرسمه الاولى، الرسمه دي اللي هشتغل عليها. طيب الباكجز بتاعته الموجوده في السوق ليه اربعه باكجز اللي هو التغليف او الاشكال بتاعته، هو نفس الوظيفه اللي بيختلف عندي في الشكل، عشان لما انت تحط على دايره مطبوعه الشكل ده، الحافه عندي عد 1 2 3 لغايه 8 الف كده، هنا الفي اوتبوت ده الاوتبوت بتاعي، الفي اس اللي هي الانبوت اللي هي من 4 ل 30، ومعايا 4 جراوند والباقي الاطراف متشوش توصل. معايا هنا الشكل ده اللي هو اسطواني بس فيه شطفه كده، عند الشطفه دي يبقى ديت في انبوت، ده الفي اوتبوت، ده الجراوند. او ممكن يبقى الشكل ده المشطوف شويه، هتخلي الشطفه مش في ناحيتك، لا في العكس ناحية التانية، وانت تبص كده فهتلقى الفي اس عندك اللي هي الفي انبوت ناحيه الشمال، الفي اوتبوت في النص، الجراوند اللي في الاخر. خلي بالك ان التوصيلات مختلفه، هي نفس البنات الثلاثه، لو انت جايبه على شكل ترانزستور كده شبه الترانزستور بالظبط، هيبقى الانبوت ناحيه الشمال، الجراوند في النص، الاوتبوت ناحيه اليمين. يبقى الانبوت اللي هو من 4 ل 30 دي التغذيه، الفي اوتبوت دي اللي هوصلها بالبن الخاصه بالمايكرو كنترولر اللي هي الانالوج بن. في معلومه مهمه عندنا هنا، بيقول لي ان السنسور المعادله بتاعته 10 ملي فولت لكل درجه سيليزيوس. قلنا السنسور ده خارجه فولت، بس انا بقيس درجه حراره. انا اخد الفولت ده اضربه في المعادله دي، او باستخدام المعادله دي احوله لدرجه حراره، فوقتها اعرف درجه الحراره كام. يبقى تاني اخد الفولت اللي طالع من هنا اعوض بيه في المعادله دي، وقتها احصل على درجه الحراره الفعليه كام. يبقى قبل ما اكتب المعادلات الخاصه بالال ام بالاضافه للاوامر اللي شرحتها اللي فاتت، في حاجه مهمه، احنا قلنا ان الرينج الانالوج انت هتشتغل من 0 ل 5. طب لو الشغال على ال ام الرينج بتاعه من 0 ل 1.5 فولت، طب انت هتغطي من 0 ل 1.5 فولت، طب باقي الرينج من غير مستخدم، بس كده انا شغال صح. طول ما الرينج السنسور اقل من الرينج اللي انت حاطه ده الديفولت عندي. بالتالي قلنا الزيرو اللي هو الفي اس اس، والخمسه اللي هي الفي دي دي. يبقى انا مش محتاج ريفرنس خارجي، يبقى في ريفرنس سالب وفي ريفرنس موجب مش محتاجهم. ليه؟ لان هم اصلا نفس الريفرنس بتاع المايكرو كنترول، الزيرو هو الزيرو بتاع المايكرو، والخمسه هو الخمسه بتاعت المايكرو. فبالتالي لازم اروح للريجستر مهم اسمه ادكون 1، ده فيه 6 بيتس، في اثنين غير مستخدمين و2 بيتس ناحيه الشمال مش باجي ناحيتهم في البرمجه، انا يهمني الاربعه بيتس ناحيه اليمين، دول بيحددوا لي عندي البنات الانالوج تشتغل ازاي، هل البن عايزها كانالوج ولا عايزها ديجيتال، ولا في ريفرنس خارجي ولا الريفرنس داخلي من المايكرو. احنا شرحنا قلنا الرينج بتاعي من 0 ل 5 فولت ده الانالوج، يبقى انا هشتغل على الفي اس اس والفي دي دي، فادور في الجدول ناحيه اليمين على الفي اس اس والفي دي دي، بمعنى اروح اظلل على كل الفي اس اس والفي دي دي، يعني الفي ريفرنس سالب في اس اس والفي ريفرنس موجب في دي دي، يعني دي 0 ودي 5، 0 5 0 5، اعلم عليهم كلهم واشوف كده الاسطر بتاعتها. قلنا الفي ريفرنس سالب هتبقى في اس اس، وهنا عندنا اعلى قيمه هتبقى الفي دي دي. هيقول لك هنا لو انا الاربعه بيتس دول حطيت فيهم كلهم زيروز، يبقى انا بخلي كل البن عندي اللي هي الانالوج بن شغاله كانالوج. حرف ايه ده معناها انالوج، يعني كلها شغاله انالوج. خد بالك هنا بيبقى هنا القيم 0000، القيم دي تبقى ديفولت. الديفولت يبقى الديفولت عامل ايه، هو الاربعه زيروز من غير ما اجي ناحيه الريجستر، مشغل الثمانيه انالوج بن كانالوج، ومشغل كمان الفي ريفرنس سالب اللي هو الزيرو بتاع المايكرو، الفي ريفرنس موجب اللي هي الخمسه بتاعت المايكرو، ده الديفولت عندي. يبقى وقتها هشتغل على مين، على المعادله دي او الطريقه دي، ده الديفولت لو انا ما كتبتش ده هتكون واحد في البرنامج، تمام. طيب لو في بعض المشاريع انا مش محتاج البنات تبقى كلها انالوج، انا عندي سنسور واحد وعندي حاجات كتير عايز اشغلها ديجيتال، فبنات الديجيتال مش مقضيه على المايكرو، لازم ارجع اروح للبنات الانالوج واظبطها ديجيتال. يعني هنا لو حطيت 0100 0100، يبقى كده انا بشغل A0 انالوج، A1 انالوج، A2 انالوج، A3 انالوج، A5 خلي بالك A5 يعني انالوج 4 انالوج، يبقى بورت اي هشغله كله ديجيتال. بعد كده لو حطيت انا هنا 0010، يبقى انا مشغل A0 انالوج، A1 انالوج، A2 ديجيتال، A3 انالوج، والباقي ديجيتال. يعني انت تشوف عايز انهي بنات تبقى انالوج وانهي بنات تبقى ديجيتال. اللي بعد كده بيقول لك لو انت عايز بورت اي كله انالوج، معاك E0 انالوج E1 E2 تبقى ديجيتال. الكلام ده بناء على اختيارك، لو انت عايز عدد الديجيتال يبقوا كام والانالوج يبقوا كام. نروح لاخر اختيار، وهو ان انا اشغل A0 بس هي الانالوج، والباقي كله مين؟ ديجيتال. باقي البنات الانالوج هتم استخدامها كديجيتال انبوت، زي ما احنا قلنا السنسور ال ام الرينج بتاعه
هيبقى لما يبقى زيرو درجة سيليزيوس هيطلع لي زيرو فولت، لما هتبقى درجة الحرارة 150 هيطلع لي 1.5 فولت. جت من فين؟ خلي بالك الرينج بتاعه من 0 ل 1.5 فولت، قلنا جت من المعادله دي. فاكرين اللي احنا جبناها من الداتا شيت؟ بيقول لك 10 ملي فولت لكل درجه سيليزيوس. تعال نكتب كده، الوحده هنا ملي فولت على درجه سيليزيوس، ناخد الوحده دي يبقى نقول فولت على تمبريتشر، لان يعني دي وحده فولت ودي وحده مين تمبريتشر، بتساوي 10 ملي فولت لكل درجه سيليزيوس، بتساوي الملي معناها في 10 اس سالب 3، اضربها في 10 يطلع لك 1/100 فولت لكل درجه سيليزيوس. يبقى الفولت بتاع السنسور اللي هو الاوتبوت بالنسبه لدرجه الحراره اللي هيقيسها تطلع 1/100 فولت لكل درجه سيليزيوس. يبقى انا عايز درجه الحراره بالسيليزيوس، يبقى اعمل ايه؟ اقول درجه الحراره بالسيليزيوس بتساوي الفولت عندي، اخد دي اقسمها عليها كده من تحت هنا. طيب 1/100 تطلع فوق بايه؟ ب 100. طب ما الوحده فولت مع الوحده فولت طارق، الوحده درجه سيليزيوس مقام المقام تطلع بسط، يبقى التمبريتشر بالسيليزيوس بتساوي 100 في الفولت ولازم تبقى وحدته فولت. تاني، يبقى التمبريتشر بالسيليزيوس بتساوي 100 في الفولت ولازم الفولت تبقى وحدته فولت. الفولت ده مين؟ المتغير اللي انا قايسه في الرينج بتاع الانالوج من شويه. يبقى الفولت ده متغير انا قايسه في الرينج بتاع الانالوج في السلايدات اللي فاتت، اخد القيمه اضربها في 100 يطلع درجه الحراره. حتى لو لاحظت هنا هتبقى 1.5، اضربها في 100 ده الفولت يطلع لك 150. البرنامج كالاتي، احنا قلنا عايزين نعرض درجه الحراره على السيريال وعلى ال سي دي. زي ما انا وصلت في الهاردوير عملت انشاليزيشن للال سي دي عندي، زي ما قلنا ب0 دي موصل عليها ار اس، ب1 موصل عليها الانيبل، ب2 لب5 موصل عليها دي 4 لدي 7. ده تعريف البنات وده تعريف مين الدايركشن بتاعه، ده مين لازم اعمل انشاليزيشن للال سي دي. بعد كده اول حاجه اعمل انشاليزيشن للانالوج تو ديجيتال كونفرتر. اول حاجه اعمل اي دي سي اندرسكور انشاليزيشن، ده بيعمله انشاليزيشن. انشاليزيشن يعني باقي الريجسترات اللي انا ما شرحتهاش بيحطها على وضع الديفولت. يعني مثلا الزمن اللي هيحول فيه من انالوج تو ديجيتال بيعتمد على كريستاله داخليه اللي هي ار سي وليس الكريستاله الخارجيه. رقم 2، لازم تعرف اي زيرو كانبوت. ليه؟ لان انا هوصل السنسور على اي زيرو. بعد كده الريجستر الادكون 1 بيساوي زيرو، ده الديفولت بتاعه، يعني ممكن ما اكتبوش هنا لان هو الديفولت بتاعه بيساوي زيرو. زي ما قلنا الديفولت بتاعي ان هو بيبقى ايه؟ زيرو. زيرو يعني كل البنات شغاله ايه؟ انالوج. وهتبدا تطبق المعادله اللي فاتت دي ان انت تقول الديجيتال من 0 ل 23 دي ثابته والرينج بتاعك هيبقى من 0 ل 5. يبقى وقتها تقول ايه؟ اه ده هيبقى الرينج من 0 ل 5 وكل البنات انالوج. ده انا لو حطيت ادكون واحد بزيرو او شلته الاثنين زي بعض مفيش فرق. طيب لو انا عايز اي زيرو بس تبقى انالوج والباقي كله ديجيتال، على نفس الطريقه هنا اي زيرو هتبقى انالوج وباقي البنات كلها ايه؟ ديجيتال. ده لو انت عايزها كلها ديجيتال، يبقى اكتب 0 3 وحي. طب انا في سنسورز ثاني في الدايره اللي هو ال ام بس، يبقى انا ممكن اكتب ايه؟ ادكون 1 0 بي، اول 4 بيتس ناحيه الشمال احط فيها زيروز، بعد كده 3 وحي 0، الاربع بيتس ناحيه اليمين اهو. بعد كده عملت انشاليزيشن للال سي دي، ال سي دي انشاليزيشن، مسحت الشاشه في البدايه، عملت كورسر اوف، الكورسر بتاع الشاشه طفيته. عندي الشاشه عباره عن 2 في 16 يعني صفين في 16 عمود او 16 كاركتر. تعرضت في الصف الاول العمود الخامس كلمه ويلكم في البدايه، واستنيت 1 ثانيه عشان الكلمه ايه؟ تستنى 1 ثانيه على الشاشه. بعد كده رحت ماسح الشاشه، بعد كده هعرض جمله ثابته على طول البرنامج في ال سي دي في الصف الاول والعمود الاول، هكتب current temperature is اللي هي اول مين؟ اول عمود عندي. هنا ويلكم لمده 1 ثانيه، السطر ده هيبقى ثابت على طول البرنامج مش بيتغير، يبقى current temperature is ده في اول سطر، دي ثابته، وما تنساش كلمه ويلكم هنا برضه، ودرجه الحراره بتتعرض هنا، الصف الاول العمود الاول، وكتبت الجمله دي، كتبتها فوق في البدايه عشان انا مش هتتغير طول البرنامج، وبعد كده عملت initialization لليو ارت، وكتبت كلمه ويلكم في البدايه، ويلكم دي كلمه او اكتر من حرف فلازم استخدم الامر اندرسكور تكست، وعملت نيو لاين، نيو لاين عشان بعد ما يكتب الكلمه دي ينزل سطر جديد، زي ما انتم شفتوا كده في السيموليشن. هنروح في الام دي لي سلوب اللي في 4، اول حاجه بعمل ريد انالوج تو ديجيتال كونفرتر اندرسكور ريد من اي مين؟ اي 0، لان السنسور على اي 0، وانا في الاوامر فوق ظابطها كمين؟ كانالوج انبوت، تمام؟ هاخدها احطها في متغير اسمه انالوج تو ديجيتال كونفرتر اندرسكور فاليو، المتغير ده سميه براحتك، المتغير ده الرينج بتاعه من كام لكام؟ من 0 ل 1023، يبقى ينفع اسميه كاركتر؟ لا طبعا، لان الكاركتر اخره 225، لازم اسميه انسايند انت. انا خدت قيمه ديجيتال هنا، هعمل ايه؟ القيمه الديجيتال دي احولها لفولت، احولها لفولت ازاي؟ وبالتالي دي القيمه، المفروض اضربها في 5 اقسمها على 1023 عشان يطلع الفولت اللي جاي من السنسور، ده الفولت اللي المايكرو كنترولر هيقراه من السنسور واعرفه فلوت. هروح اقول كده انالوج تو ديجيتال اللي هو المتغير اللي فوق اضربه في 5، لان انا الادكون 1 انا ظابطه على ان الريفرنس عندي يبقى ب 5 زي ما انتم شايفين من المعادلات، هقسمه على 1023. تمام، احطه في متغير اسمه فولت، الفولت ده لازم يبقى ايه؟ فلوت، كمان فلوت تمبريتشر،
خلي بالكم، يبقى متغيرين اتنين فلوت. اول حاجة جبنا الفولت اهو، الفولت من فوق انا جبته اهو من المعادلة دي. وما تنساش طول ما هو اتعرف فلوت عندك فوق لازم تحط دوت زيرو هنا، ولازم احط دوت زيرو هنا. الفولت ده اللي جاي وحدته بالفولت اضربه في كام؟ في 100. وما انساش احط دوت زيرو لان المتغير ده متعرف كفلوت فوق، يبقى بالتالي عندي درجة الحرارة فعلا وفلوت كمان، يعني ممكن تطلع ايه 5.5، 5.1، 20.5 وهكذا. عشان اعرض القيمه دي على ال LCD او على اليو ارت، الاثنين بيتعاملوا مع تكست، يعني ما ينفعش اخد القيمه دي اعرضها. يعني ما ينفعش تقول لي خد 5 دي اعرضها على ال LCD، لازم امسك الخمسه دي احولها لتكست. احولها لتكست ازاي؟ ان انا احطها بين دبل مين كوت. طب ده لو قيمه كونستانت وحطيتها بين دبل كوت عندي عشان احولها لتكست. طب هنا التمبريتشر ده متغير انا مش عارف قيمته، ففي اوامر تخليك تحول من فاليو او من متغيرات لتكست. لو انا المتغير ده فلوت، الامر اللي بيحول من قيمه لتكست اسمه فلوت تو سترينج. يبقى المتغير ده عشان فلوت كتبت هنا فلوت تو سترينج، يعني يحوله للنص. يعني افتح قوسين، اول حاجه هنا تتحط المتغير كقيمه، احطها في متغير جديد بس يبقى تكست. يبقى في متغير جديد سميته تمبريتشر اندر سكور تكست، ده اسمه متغير جديد، ده لازم يبقى تعريفه في الداتا تايب كتكست. فاروح اقول ان المتغير ده هيبقى مصفوفه، لازم يبقى مصفوفه طبعا. ليه؟ لو انت عايز تكتب 5 او 2 او اي حاجه ما تتحفظش في المتغير نفس الداتا تايب، لا لازم تتحفظ في اري. ليه؟ لان لما تروح تكتب 5 وعايز تحولها لتكست، هو مش هياخد الخمسه يحولها بين دبل كود كده ويسكت ويكتب كده 5، لا ده ممكن تلاقيه حاطط مسافه في الاول او مسافتين مع الرقم ومعاه مسافات هو حطها، فبالتالي ما بقيش هنا متغير واحد، لا بقيه مصفوفه. ولو عندي متغير بالشكل ده او القيمه طلعت كده، فانا لو احولها لتكست لازم احطها بين دبل كوتيشن، فما ينفعش دي تتحط في متغير، لا هو ياخدها كمصفوفه، ياخد القيمه دي يحطها في اول عنصر في المصفوفه، ياخد القيمه الثانيه يحطها في العنصر الثاني، القيمه الثالثه في العنصر الثالث وهكذا. فبالتالي لازم المتغير عندي احوله لاري ازاي؟ يبقى اقول تمبريتشر سي اندر سكور تكست، او المتغير اللي هحفظ فيه قيمه المتغير اللي فوق كتكست هنا، قلت 15، انا اديته قيمه كبيره طبعا 15، ولازم اسميه كاركتر. ليه كاركتر؟ لان انت هتحفظ تكست، ما ينفعش المتغير ده يبقى انت ولا حتى شورت، لازم يبقى كاركتر. اجي هنا المتغير اللي انت عايز تحوله اسمه تمبريتشر سي، تمبريتشر سي اندر سكور تكست، ده المتغير اللي هحول فيه القيمه اللي فاتت لتكست. نوع المتغير ده اول حاجه كاركتر، رقم 2 لازم يبقى اري، لازم يبقى كاركتر وبعد كده اري. هاجي بعد كده هعرض درجه الحراره دي فين؟ انا هعرضها في الصف الثاني من بدايه العمود الرابع. تعال كده نشوف البرنامج اهي، بصوا كده هنا في العمود مين؟ الرابع في الصف الثاني، هعرض القيمه دي تمام. واجي بعد كده LCD out underscore current position، current position لان انا مش عارف القيمه اللي طالعه كام، هتطلع قيمه بكسور فانا مش عارف نهايتها فين. بصوا كده القيمه مش عارف نهايتها فين انا، فاقول له اول ما تخلص اعمل current position واطبع لي سي. فاطبع السي مباشره؟ لا، ده انا عملت ايه؟ رحت حاطط بين دبل كوتيشن طبعا عشان انا بطبع اوت LCD out، حطيت مسافه، مسافه واحده وبعد كده قلت سي. طب لو انت عايز تطبع سي بس كحرف كده دون مسافات، يبقى اوت دي شيلها تحط مين؟ كار سي اتش ار تمام. بس انا لا، انا هسيبها مسافه زي ما هي كده عشان ما تبقاش عندي السي لازقه في الرقم اللي فوق. نروح لليو ارت، اول حاجه هكتب هنا جمله ثابته في البدايه اهي. ليه؟ طب ما كتبتش الجمله دي فوق؟ لان اصلا اليو ارت هنا بيعمل ابديت سطر بسطر، لكن ال سي دي بيحتفظ بالقيمه من قبل كده. اليو ارت بيعمل ابديت سطر سطر، بصوا كده اليو ارت عندي هنا بيخلص السطر ويرجع يطبع سطر جديد، لكن ال LCD لو انت كتبته في السطر ده وما غيرتوش بتبقى ثابته. فعشان كده السطر ده كتبته في بدايه الفويد مين في الاول، ما دخلتوش جوه الفور، خليتوش جوه الفور عشان هو مش هيتغير، ده مش هيتغير عندي في اول صف. الجمله دي الخاصه باليو ارت ما ينفعش تبقى فوق، لان هو كل مره هينزل سطر جديد. بعد كده اول ما يطبع الجمله دي على طول بعد يساوي، بعد يساوي كده انا هسيب مسافه اهي، بعد يساوي يطبع القيمه، فاقول له على طول تكست خد المتغير اللي هو تكست اللي هو مين؟ المتغير ده اللي انا حسبته فوق اللي هو ده جاي من داله الفلوت تو سترينج، اعرضه كتكست، بياخد القيمه اعرضها كتكست. بعدها مباشره انا هسيب مسافه اعرض مين؟ سي. خلي بالك كله رايت اندر سكور تكست لان هو كلها اكتر من كاركتر. بعد ما يطبع سي يروح نازل سطر جديد عشان يستعد للقيمه اللي بعدها. اعمل ديلي في كل مره عشان لو انا ما عملتش ديلي هلقى الحاجات على السريال بتتعرض بسرعه جدا. تعال نعمل بلت بالوضع ده، نعمل ستوب ورن تاني اهي، ويلكم من جديد زي ما انتم شفتوا، ودرجه الحراره عندي اهي هنا. في حاجه انا مش شرحتهاش، خلي بالك درجه الحراره هنا بتتغير، لو انا غيرتها كده هتلقى القيمه بتتغير على ال LCD. بص كده السي عندك اتشفتت اهي، بص كده السي بتتحرك يمين وشمال بناء على القيمه، لان قال له اول ما تخلص كتابه
سيب مسافه واعرض سي. في حاجه مهمه انا كتبتها في الكود هنا اللي هي ايه، انا هعرض المتغير كتكست عندي اللي هو تمبريتشر تكست عندي على ال سي دي في المكان 2 و4. طب ما ممكن يبقى في قيمه من قبل كده امسحها، فاجي هنا كده بعمل عدد كبير من المسافات الفاضيه. المسافات الفاضية يعني أنا ما يعرضش حاجة على ال سي دي في السطر 2، أنا ما جيتش ناحية سطر 1 ثابت، سطر 2 فروحت حاطط مسافات فاضية عشان أمسح. طب لو أنا ما حطيتهاش، تعال نعمل كده كومنت لده أهو، هنبص على ال سي دي بس ويلكم، بعد واحد ثانية هيعرض الجملة دي ثابتة وبعد كده هيعرض درجة الحرارة. تعال ننقص ونزود كده ولاحظوا الفرق. بصوا كده هنا ظهرت 2 سي. ليه 2 سي؟ هو أنا مش كاتب 2 سي في البرنامج، السي الأخيرة دي مكتوبة من الحالة اللي قبل كده، فراح يكتب القيمة دي عليها لما كتب لي نهايته هنا، والسي فضلت ظاهرة من الحالة الأولانية ما اتمسحتش، فعشان كده قبل ما أنا أكتب على سطر معين أنا محتاجه لازم أمسحه على ال سي دي الأول، يبقى طول ما أنا القيمة بتاعتي هتتغير وعايز أعرضها في مكان، يبقى في المكان ده لازم أمسحه كده. أنا جيت من المكان رقم 4 اللي هو بداية كتابتي لدرجة الحرارة، ورحت أنا ساحب مسافات كده للآخر لاخر الصف الثاني بتاع ال سي دي عشان امسح. نعمل بلت كده، بصوا كده 2 سي هنا، نعمل ستوب ورن ثاني. هنا غير درجه الحراره براحتك، بصوا كده السي بتتشفت يمين وشمال ومش بيظهر حاجات من قبل كده. ده عشان السطر اللي انا ضفته ان انا امسح السطر قبلها، لكن هنا طبعا مفيش مشكله، هنا بيعرض القيمه مباشره المسافه سي. على فكره البرنامج ده هو نفس البرنامج اللي هو ال ام مع ال سي دي، مفيش اي اختلاف عندي، تمام؟ لو انت شلت كل جزء خاص بالسيريال في البرنامج بيبقى البرنامج ال ام مع ال سي دي بس مش اكتر. انا قلت لكم لازم الديلي طبعا، لو انت شلت الديلي ده هتلقى ال سي دي بتفلش والسيريال سريع جدا. اهو بصوا كده السيريال هيبقى سريع جدا، ومعايا كمان ال سي دي هتفلش تلاقيها تظهر تختفي، فانا بحط الديلي ده في البرنامج اسيبه عندي. في حاجه مهمه لازم انوه عليها واقولها في البرنامج او ممكن اغيرها في البرنامج، قلنا ال ام الرينج بتاعه من كام لكام؟ من 0 ل 1.5 فولت، لما يقيس 0 سيليزيوس يطلع لي 0 فولت، يقيس 150 درجه سيليزيوس يطلع لي 1.5 فولت، طبعا ده الماكسيمم 150 عندي، فبالتالي الديجيتال او الامر اللي انا هستخدمه في المايكرو كنترولر هيقرا من 0 لكام؟ ل 1023. في حاجه مهمه عندي هنا، هو السنسور بتاعي الرينج بتاعه من كام لكام؟ من 0 ل 1.5 فولت. طب انا من شويه في المعادلات اللي فاتت كنت شغال من 0 ل 5 فولت اللي هي مستخدم الزيرو بتاع المايكرو وال5 بتاعت المايكرو، طب المره دي انا عايز اخلي الزيرو ده يبقى هو المينيمم، ال 1.5 فولت دي عايز اخليها الماكسيمم. ليه بعمل كده؟ عشان يديني دقه احسن في النتائج، فطول ما السنسور بتاعي الماكسيمم بتاعه اقل من 5 يبقى لازم احط ريفرنس فولت خارجي. الكلام ده يرجع ليك انت طبعا مش اجباري، يعني ممكن استخدم دايما من 0 ل 5 ورايح دماغ، او ممكن لو عايز دقه احسن استخدم الرينج بتاعي اللي هو بيبقى الماكسيمم بتاع السنسور. المينيمم بتاع السنسور بيبقى الفي ريفرنس سالب والفي ريفرنس موجب اللي هو الماكسيمم بتاع السنسور. يبقى اجي كده اقول له الانالوج فاليو اللي انا عايزها اللي هي المينيمم 0 الماكسيمم 1.5. طيب لو السنسور بتاعي بيطلع من 1 ل 1.5 يبقى احط المينيمم 1 او احط 0 مفيش مشكله، لو حطيته 0 هتشتغل على الطريقه اللي انا هشرحها دلوقتي، لو حطيته 1 يبقى في طريقه ثانيه ودي مش هنشرحها في الفيديو ده. فالمينيمم 0 والماكسيمم بتاع السنسور 1.5، اعمل ايه؟ ده المتغير اللي هو الديجيتال اللي هيقراه المايكرو، انا عايز قيمه الفولت المناظره ليه من 0 ل 1.5 فولت، ده الرينج، الرينج ده لازم يبقى اقل من الرينج بتاع المايكرو، الرينج بتاع المايكرو من 0 ل 5، يعني ما ينفعش السنسور ده يبقى من 0 ل 6 تكتب لي هنا من 0 ل 6، غلط، دايما الرينج ده الماكسيمم اللي هنا ده اقل من 5، والمينيمم هنا ما ينفعش تبقى بالسالب، ما ينفعش تبقى سالب نص، سالب واحد، غلط، يبقى هنا دي تبقى من 0 او قيمه اكبر من 0، 1 2 3، القيمه دي ينفع تبقى 5 او اقل من 5، يبقى وقتها انا عايز الفولت اللي طالع من السنسور، خلي بالك السنسور شغال على اي 0، يبقى انا عايز الاي 0 فولت، يبقى الفي ريفرنس سالب هو الفي اس اس، لان الزيرو هخليه نفس الزيرو بتاع المايكرو، ما احطش الزيرو خارجي، لا هو نفس الزيرو بتاع المايكرو، طب لو هنا 1 لا ده لازم احط فولت خارجي، بس مش اجباري، زي ما بقول لك ممكن تريح دماغك وتحطها من 0 ل 5 وخلاص وتشتغل زي ما انا اشتغلت في بدايه الفيديو. طب لو انا عايز دقه احسن، دقه احسن في القراءات وهنشوف دلوقتي، يبقى اعمل ايه؟ اشوف المينيمم ده، لو هو نفس المينيمم بتاع المايكرو يبقى احطه في اس، هشوف الماكسيمم، لو هو نفس الماكسيمم بتاع المايكرو يبقى احط المين الفي دي دي، طب هو هو؟ لا، فيقول لك لا ده انا لازم احط الفي ريفرنس موجب هنا، الفي ريفرنس موجب بيتحط على ايه 3، طب لو انت هتشتغل على الفي ريفرنس سالب يبقى على ايه 2، يبقى ايه 3 وقتها ما ينفعش يستخدم كانالوج انبوت، يبقى انا لغيت وظيفتها كانالوج انبوت شغلتها بالوظيفه الثالثه، الوظيفه الثالثه اللي هتشتغل في ريفرنس موجب. هنا انت عايز الفولت، يبقى اعمل ايه؟ اضرب طرفين في وسطين، يبقى اقول كده فولت في 1023 بتساوي قيمه المتغير ده في 1.5، الماكسيمم 1.5 هنا، يبقى معادله الفولت بتساوي القيمه اللي هيقراها المايكرو في 1.5 على 1023. ما تنساش لو المتغير فولت عرفته بفلوت لازم اضرب في 1.5 واقسم على 1023
بس هنا في دوت يبقى يعني مهمتها انتهت، لازم هنا ما فيش دوت يبقى احط دوت زيرو. وطبعا اخد الفولت ده اضربه في 100 يطلع درجه الحراره نفس معادله السنسور، ما فيش اختلاف، الاختلاف في معادله الفولت. يبقى انا محتاج اظبط ايه كده؟ اروح لاي 3 واحط عليها 1.5 فولت. طب لو انت هتشتغل على المينيمم كمان يبقى اي 2 يتحط عليها المينيمم، لو كان هنا 1 تحط اي 2 مينيمم. يبقى اروح للبروتس عندي، اروح جايب من هنا الساين ويف دي، اروح جايب الدي سي ده ضاغط هنا وعامله هنا يظهر لي بالشكل ده. ده اول خطوات. يبقى اوصل دي ب اي 3، يبقى اي 3 هي الفي ريفرنس مين موجب عندي، احط لها فولت خارجي. يبقى الماكسيمم مش هيبقى 5 بتاع المايكرو، لا ده هيبقى جاي من اي 3، يبقى اي 3 يقرا الفولت اللي داخل له ويبقى هو الماكسيمم بتاعي في المعادله. اروح انا هنا اظبطه على دي سي حاطط 1.5 فولت. طب لو السنسور شغال على الماكسيمم 5 احط 5؟ لا، ده انا استخدم الداخلي بتاع المايكرو. طب لو الماكسيمم 2 يبقى احط 2، ماكسيمم 3 احط 3. طول ما القيمه اقل من 5 يبقى استخدمها، لو القيمه هي نفسها تساوي 5 مش محتاجها يبقى ما احطهاش بره، اخليها الداخليه بتاعه المايكرو زي ما شرحنا من شويه. يبقى ده اول مين، اول حاجه. يبقى في العملي لازم تروح اي 3 وتحط عليها الفولت الريفرنس الموجب عندك. طب لو انا هشتغل على اي 2 يبقى اي 2 احط عليها الريفرنس السالب، بس انا في المعادلات بتاعتي هنا مش مستخدم اي 2، تمام؟ يبقى اي 2 اللي هي الفي ريفرنس سالب مش مستخدمها، لا ده الزيرو هيبقى نفس الزيرو بتاع المايكرو. هنروح لنفس الريجستر. يبقى احنا قلنا عند الفي ريفرنس بالسالب هيبقى مين؟ هو الفي اس اس، لان هو نفس زيرو المايكرو ما اتغيرش. الفي ريفرنس موجب هو مين؟ الاي 3. يبقى ادور في الجدول على كل حاجه فيها الفي ريفرنس سالب بالفي اس اس والفي ريفرنس موجب اي 3. هتلاقي هنا اي 3 اهي بيقول لك في ريفرنس موجب. يعني الطريقه دي قدامك اربع اختيارات، تختار واحده منها بناء على ايه؟ على البنات الباقيه. هل البنات الباقيه عايزها كلها انالوج؟ يبقى تكتب القيمه دي. في بنات عندك عايز الثلاثه الاولين انالوج انالوج واللي بعد كده ديجيتال، يبقى اكتب القيمه دي. لو عايز اول اثنين انالوج والباقي هنا وهنا ديجيتال، خلي بالك اي 3 ما ينفعش احطها كانالوج انبوت بن ولا ديجيتال، خلاص مهمتها اتحجزت للفولت الريفرنس موجب. لو رحنا للاختيار الرابع هيقول لك ان بورت اي عندك هنا انالوج ما عدا اي 3 عليها الريفرنس، وكمان اي 0 انالوج، ومعايا كمان اي 1 واي 2 ديجيتال. يبقى بناء على البنات اللي انت عايزها ديجيتال ولا انالوج، تشوف اللي انت الاختيار اللي انت عايزه. خلونا نختار الاختيار ده. الفي ريفرنس سالب هتبقى هي الزيرو فولت بتاع المايكرو، الفي ريفرنس موجب على اي 3 وانا وصلتها ب 1.5 فولت، ادي اي 3 في ريفرنس تقولنا. هنشغل اي 0 كانالوج واي 1 كانالوج. هنكتب كده في الريجستر في الاربعه بتس ناحيه اليمين، نكتب 1010، نروح في الكود. يبقى مفيش حاجه هتتغير في الكود الا الحاجه دي اللي هو اول اربع بت هتبقى 0101. ايه تاني اللي هتغير في الكود؟ اللي هتغير في الكود معادله الفولت بس فقط لا غير. معادله الفولت اللي هتبقى كام؟ هنا بدل 5 هتبقى 1.5، لان لما كنت مستخدم 5 في الحلقه المره دي الماكسيمم عندي 1.5، ونفس البرنامج نفس الكود مفيش اختلاف. اعمل بلت، هنخلي دي 5 زي ما كانت دقيقه بس دوت 0، وهعمل من ده نسخه كده. هنا القيمه الاولانيه كانت 0 وليكن، يعني ده القيمه الاولانيه لما كنت شغال على الماكسيمم كام؟ 5 فولت، وكتبت في المعادله هنا 5. دي الوضع الاولاني. هنعمل بلت، عايز اوريكم حاجه. رن على الوضع ده هنشوف درجه الحراره كام دلوقتي. 74.29%، دي درجه الحراره في حاله ان انا مستخدم 0 و5. نرجع للكود. يبقى اغير الخمسه دي اخليها 1.5 زي ما شرحنا في المعادله، دي الماكسيمم عندي. طبعا معادله السنسور مش هتتغير، هيقرا الفولت يضربه في 100. وما انساش كمان همسح ده او هخليه زي ما هو كده والغي الكومنت اللي فوق ده عشان انا هشتغل الريفرنس على اي 3. بلت، بصوا كده ركزوا معايا كده. 74.29%، دي القيمه مين اللي قبل كده اللي هي في الحاله من 0 ل 5 فولت. تعال نعمل ستوب كده، نعمل رن تاني. ركز في قيمه درجه الحراره اللي ما غيرتهاش اهو، كام؟ 74 وكام؟ 34%. القيمه زادت شويه، دي معناها ان اداني دقه احسن من الحاله الاولانيه. فبالتالي لما السنسور بتاعك يشتغل على رينج قليل او اقل من 0 ل 5 فولت، لما استخدم الفي ريفرنس الخارجي يديني دقه احسن. نفس البرنامج مفيش اي اختلاف، حتى لو رحنا للسيريال دلوقتي بصوا كده 74 و34%. طيب انا لو زودت درجه الحراره كده بصوا كده نقصتها اهو، لو زودتها هنا بصوا كده عند 150 اداني 150 درجه سليليس، عند 150 اداني 150 وقتها مديني 1.5 فولت. لو انا بدل السنسور ده وصلت مقاومه متغيره على نفس الوضع، هو كده البرنامج انتهى. بس انا هفصل دي على نفس البرنامج، انا فصلت دي، انا موصل مقاومه متغيره هنا هوصلها على اي 0، السنسور يعتبر مقاومه متغيره نفس الفكره على نفس الانالوج ريفرنس اي 3، مفيش اختلاف. طبعا انا جبت المقاومه المتغيره مكان السنسور ووصلت على اي 0، فصلت السنسور. نعمل رن، دي درجه الحراره هنا اللي هي 119.9، ما يقرب من كام؟
من 120، وقتها 1.2 فولت لو ضربتها في 100 يطلع لك كام؟ 120 درجه سيليزيوس، يعني السنسور اكنه مقاومه متغير وانا عوضت في معادله مش اكتر. بصوا كده هزود هنا، هزود 140 145 150، اري 1.5 فولت وقتها مدين 150 درجه سيليزيوس، صح تمام مفيش مشكله. هنفترض اني انا عايز ازود الرينج كمان، يعني هزود القيمه، رغم كده درجه الحراره ثابته 150. ليه؟ لان قلنا طول ما الانالوج ريفرنس عندك موصله خارجي، عندي الانالوج ريفرنس خارجي انا كاتب هنا او حاطط الماكسيمم 1.5، فبالتالي الانبوت الماكسيمم اللي يقراه 1.5، ازيد من كده ولا هيعتبره موجود، اكنه كده شغال على الماكسيمم. طب انا لو زودت فوق بصوا كده وصلت 2.7 فولت 150 برضه نفس النظام، لو وصلت الماكسيمم 5 فولت 150 درجه سيليزيوس برضه، المفروض 5 دي يضربها في 100 يطلع 500، لكن مطلع 150، لان لو انا استخدمت انالوج ريفرنس الخارجي الاكسترنال اقصى قيمه من الانبوت لو كانت 1.5 فولت يديني الماكسيمم. طب لو زادت عن الفي ريفرنس عندك، الانبوت ده زاد على الفي ريفرنس، اي زياده لا يعتد بيها، بيديك الماكسيمم ثابت دايما. عشان كده مهم جدا ان انت تعرف الرينج اللي بيشتغل عليه السنسور، هل بيشتغل من 0 ل 1.5 ولا من 0 ل 2؟ ما ينفعش يبقى شغال من 0 ل 2 وانت تحطه في البرنامج من 0 ل 1.5، او يشتغل من 0 ل 3 هو اصلا عايز يشتغل من 0 ل 3، ده الداتا شيت، وانت تروح حاطه في البرنامج من 0 ل 2 هيطلع لك الماكسيمم 2 مش هيقرا الباقي، لو انت استخدمت ريفرنس خارجي. لكن لو انا استخدمت الرينج الاولاني او الطريقه الاولانيه اشتغلت من 0 ل 5، فوقتها اي تغيير في السنسور هيطلع عادي هنا وهيحس بيه مفيش مشكله. طبعا الطريقه الثالثه اللي احنا قلنا عليها ان الفي ريفرنس سالب هتبقى عليه 2 والفي ريفرنس موجب هتبقى عليه 3، وقتها هيبقى ده المينيمم وقتها ده الماكسيمم، وما ينفعش العلاقات اللي انا شرحتها من شويه كلها ولا علاقه فيهم تنفع، هتبقى علاقه جديده خالص وطبعا مش هنشرحها في الفيديو ده. فلو انتم محتاجين العلاقات دي عرفونا في التعليقات وان شاء الله هنشرحها، ولو عندكم اي استفسارات واسئله سيبوها لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.